بعد الكشف عن المخطط لاستهدافه من قبل الجماعات الإرهابية، أكد أمين عام التنظيم الشعبي الناصري أسامة سعد أن محاولة استهدافه هي محاولة استهداف للدور الذي يقوم به التنظيم الشعبي الناصري والتيار الوطني في المدينة في مواجهة القوى الإرهابية والفكر الظلامي. وتوجه سعد بالتحية لكافة القوى الأمنية التي تقوم بدورها على أكمل وجه، مطالبا القوى السياسية بتأمين الغطاء السياسي لها من أجل استكمال عملها ودورها. كما أكد سعد أن مخيم عين الحلوي ضحية ويجب التعاطي معه من قبل الحكومة، بأن هناك شعبا يناضل من أجل استعادة حقوقه ولا سيما حق العودة، ويجب عدم التضييق عليه. كما شدد سعد على أن دور صيدا والمخيم دور وطني، ولن تفلح القوى الإرهابية بحرف هذا الدور التاريخي عن مساره. أنا بوجه تحية للأمن العام، بوجه تحية أيضا لمخابرات الجيش والقوى الأمنية اللي عم بيقوموا بدور كبير في ملاحقة هاي الجماعات وضبطها وتوقيفها وإبطال وإفشال مخططاتها، وهي مخططات خطيرة تستهدف الأمن الوطني اللبناني وتستهدف الاستقرار في لبنان، وبالتالي إشاعة الفوضى في البلد. وهذا هدف أساسي لهذه الجماعات اللي من خلاله من خلال هذه الفوضى ممكن يعني تطور عملها باتجاه يعني مزيد من المسك الأمور والسيطرة والهيمنة. ولكن يعني وعي القوى الأمنية وبما فيهم الأمن العام والمخابرات الجيش اللبناني وكافة الأجهزة الأمنية عم بيكون عامل مهم في مواجهة هذه الأخطار، فضلا عن أنه يعني اللي فينا نقوله أيضا كمان أنه الواقع السياسي غير مساعد. يعني الأزمة السياسية اللي عم تعصف البلاد والانقسام السياسي حتى حول هاي الموضوع ومخاطره عم بيشكل ثغرة كبيرة يعني لعمل هذه المجموعات، و يعني مزيد من الخطر من إبلا. وبالتالي يعني المطلوب هو تعزيز الواقع السياسي لحتى يكون قادر على تشكيل غطاء كافي للقوى الأمنية لكي تقوم بدورها. ولكن مع الأسف هذا الأمر لم يحصل حتى الآن، يعني فضلا عن الأوضاع الاقتصادية والمعيشية السيئة اللي عم تعيش فيها البلاد، واللي يعني ممكن تكون هذه عوامل مساعدة لهذه الجماعات أنه تتحرك وتضرب. يعني بتتم في قوى سياسية داخلية ممكن تكون عم بتسهل دعم هذه الجماعات؟ يعني الكثير من الأحيان تقوم هذه القوى السياسية بتقديم التبريرات والذرائع لهذه الجماعات، وبالتالي كأنها هي عم تشكل لها نوع من الغطاء، وهذا غلط لأنه هذا خطر. هذه الجماعات لا يعني لا يقتصر على فئة معينة من اللبنانيين، هذه الجماعات تهدد الأمن الوطني اللبناني برمته، وعلى الجميع أن يتنبه لهذا الخطر بصرف النظر عن الانقسامات السياسية الحادة حول ملفات عديدة. هذا الملف تحديدا مش لازم يكون في حوله هذا الانقسام. يعني بالأمس تم يعني توقيف أحمد الأسير، اليوم توقيف هذه الشبكة، وبالإضافة إلى عدة شبكات تم وخلايا تابعة لتنظيمات إرهابية تم اكتشافها، وخصوصا بمنطقة عين حلوة وصيدا. هل هذا يؤدي إلى راحة المدينة أم يستدعي المزيد من الحذر؟ مزيد من الحذر بالتأكيد. يعني هناك مساعي موجودة حسيسة من أطراف فلسطينية، من فصائل فلسطينية ومن قوى لبنانية ومن أجهزة أمن لبنانية لتطويق أي يعني تحركات لهذه الجماعات وملاحقتها وضبطها وإبعاد خطرها. ولكن هذا لا يكفي، يعني مطلوب مزيد من الإجراءات، مزيد من التنسيق يعني بين الفصائل الفلسطينية وبين القوى اللبنانية وبين الأجهزة الأمنية اللبنانية.
وهناك قضايا يجب أن ننظر إليها، يعني الأوضاع الخدماتية والمعيشية للشعب الفلسطيني، دور الفصائل، تعزيز المناخات الوطنية داخل المخيمات ودعمها، كل هذا مطلوب، لأنه هاي الثغرات عم تنفذ منها هاي الجماعات لتجنيد وكسب مزيد من الشباب اليائس. ونحن عم نشوف أنه كتير من الشباب اللبناني والفلسطيني على حد سواء نتيجة هاي الأوضاع المزرية اللي عم نعيشها، جزء منه عم بيروح إلى التطرف، جزء آخر عم بيروح إلى الهجرة والابتعاد وإلى الانكفاء أو إلى الانحراف. يعني هذه مسائل، يعني كل عوامل مساعدة لهذه الجماعات، وبالتالي لابد من أن نقول يعني كلمة واضحة أنه مواجهة هذه الظاهرة، هذه القوى الظلامية الإرهابية، هي مواجهة شاملة على كل الصعد، ليس فقط على الصعيد الأمني والعسكري، إنما أيضا على الصعد الفكري والعقائدي والثقافي والسياسي والاجتماعي والاقتصادي وغير ذلك. سؤال شخصي، إذا كان دكتور أسامة سعد هو ابن عائلة قدمت شهداء بكذا مكان يعني واستهدف من الإسرائيلي، وبالإضافة في يعني مسيرة نضالية طويلة، كان مستهدف للاغتيال، شو بتشعر بهالحالة؟ يعني أول شيء الحمد لله رب العالمين على كل شيء، ثانيا الموت والحياة بيد الله، ولا يعني ذلك عدم الحذر، ولكن نحن نسلم أمرنا لله رب العالمين ونقوم بما يملي علينا ضميرنا وقناعاتنا السياسية، ولن تغير هذه المحاولات من موقفنا قيد أنملة. نحن يعني نرى أن هذه الجماعات تشكل تهديد وخطر حقيقي على مجتمعاتنا، وتحرف نضالنا الطويل والمديد في مواجهة قوى الاستعمار والصهيونية إلى مكان آخر، يذهب بطاقات الأمة ويبدد إمكاناتها بطريقة يعني تعيد إلى يعني مئات السنين إلى الوراء، وهذا يعني يتنافى مع توجهاتنا وأمال شعبنا وتطلعاته نحو تقدم وتطور ونحو أن يكون له مكان في هذا العالم وفي هذا العصر، وأن يكون دوره مؤثر وفاعل. هذه مسائل يعني هالجماعات الحقيقة تقف يعني مثل القوى الاستعمارية، مثل المشروع الصهيوني، تقف حجر عسرة في يعني مواجهة تطلعات شعبنا وشعوب أمتنا العربية نحو التقدم والتطور، نحو حياة كريمة لأمتنا.